فيه معنى الحديث من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. ما صيغة ذلك الاستغفار يا فضيلة الشيخ؟ أولا هذا حديث ضعيف ولكن معناه صحيح، لأن الله تعالى قال وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه لنمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. وقال تعالى عن هود ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا المجرمين. ولا شك أن الاستغفار سبب لمحو الذنوب، وإذا محيت الذنوب تخلفت آثارها المرتبة عليها، وحينئذ يحصل الإنسان الرزق والفرج من كل كرب ومن كل هم. فالحديث ضعيف السند لكنه صحيح المعنى.